تاعته تعتسم. بدي امسكها هلا لحال، بدي اتجهها جوا الامبريجر، معناته بدي امسك التب هاي وادخلها باتجاه الامبريجر اللي انا متخيليته بهذا الاتجاه. هلا بعض الطلاب واجهوا صعوبه في حركه الكلاسبات لانه مش متخيلين الاتجاه اللي بدهم يتعجوا فيه، اوكي؟ فلما تتخيل الاتجاه بتعرف وين انت بدك تتعجو. خلينا نشوف الجوال هلا التيمبيشنت ثبت هذا الكلاسب ولا لا. اوكي دخلنا الجهه الثانيه، ملاحظين انه صار احسن. اوكي فات، اوكي حتى صار شوي تايت بالنسبه لنا، هاي شوي تايتنس بقدر افتحه شوي. بس الان لاحظوا كيف صار الادجستمنت، صار بارلل للجنجبه، شايفين البادي تاع السن الكلاسب صار بارلل للجنجبه، هون بطل خابط بالجنجبه، صار ماشي مع السن، صارت التيب كلوز تو ذا توث. لكن هاي التيب مش جوا الامبريجر هون بالمكان اللي انا بدي اياه، انا بدي اياها جوا الامبريجر. فشو راح اعمل؟ التيب لما حاولت اطعجها خبطت بالاكريل هون، فراح اقصرها شوي واغير اتجاهها باتجاه هون، يكون هيك خلصنا الادابتيشن لهذا الكلاسب. بالمره راح اعمل الادابتيشن لهذا الكلاسب لانه نفس الشيء، لاحظين انه مش ريتنتيف وانا بدي اعدل عليه، بدي اعمل اكثر من تعديل في هذا الكلاسب. اول شيء بدي اقربه من السن، شايفين هذا رافع عن الاكلوجن، وباي ذا واي هو رافع العضه، المريضه حاسه انه العضه مش كامله بسبب انه هذا السلك ماشي وبعيد عن الاسنان فمانع الاسنان السفليه تعض عليه. فاول تعديل حقربه من السن، بعدين حقرب هذا، بعدين حعمل مور ادابتيشن واقصر الكلاسب وفوته جوا الامبريجر. خلينا نشوفها مع وجود الكتر. خلص.